بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ درسا جديدا من دروس قواعد اللغة الفرنسية La phrase interrogative، الجملة الاستفهامية. وسنبدأ أولا ب l'interrogation totale، الاستفهام الكلي. هذا الاستفهام يقع على كل الجملة ومعناه هل، ويكون الجواب على هذا السؤال نو وي، إما نو أو وي، نعم أو لا. يعني عندما نسأل شخص هل تذهب إلى المدرسة، ممكن أن يكون الجواب نعم أو لا. ليقل لدينا هاتان الجملتان، الأولى تبدأ بضمير فاعل والثانية تبدأ باسم ظاهر، وسأقوم بتحويل هاتين الجملتين إلى استفهام كلي أو بسيط. Tu viens ce soir، أنت تأتي هذا المساء. Michel vient ce soir، ميشيل يأتي هذا المساء. Elle se forme avec، الاستفهام الكلي يتشكل أولا مع. Intonation، نبرة الصوت الصاعدة، نبرة الصوت، نغير نبرة الصوت، نأخذ الجملة نفسها Tu viens ce soir ونضعها هنا، ثم نضع إشارة استفهام ونقول Tu viens ce soir، Tu viens ce soir، هل ميشيل vient ce soir، ميشيل vient ce soir، ميشيل سيأتي هذا المساء. إذن لاحظوا نبرة الصوت أعطتني معنى السؤال. إذن الجملة نفسها نضع لها إشارة استفهام فتصبح لدينا بإضافة إسك، نضيف للجملة، نضيف لهذه الجملة إسك، وجملة ثانية أيضا نضيف لها إسك مع إشارة، مع وضع إشارة استفهام. سيأتي هذا المساء، لاحظوا إضافة إسك ولا تغيير في الجملة، الجملة تبقى كما هي. الطريقة الثالثة inversion du verbe et du pronom، عكس الفعل مع الضمير، يعني نضع الضمير الجملة، هنا تبدأ بضمير هذه الجملة. الحالة الرابعة reprise du nom par un pronom، وفي هذه الحالة عندما يكون لدينا مثل هذه الجملة ميشيل تبدأ ضمير شخص يعود على هذا الاسم، فإذا كان الاسم مفرد مذكر نضع إيل، وإذا كان مفرد مؤنث نضع إل، وإذا كان جمع مذكر نضع إيل أبيكس، وإذا كان جمع مؤنث نضع إل أبيكس. لاحظوا هذه الجملة ميشيل فيان، ميشيل فيان، لأن هذه الجملة بدأت باسم ميشيل فيان تيغي شخطاء إيل، هذه الإيل تعود على ميشيل هو. لاحظوا سوسوا ميشيل فيان كيل سوسوا، ميشيل فيانتيل سوسوا المباشر. أحيانا يوجد لدينا هنا يأتي حرف صوتي فنضع تي ثم شخطة ثم شخطة ثم إيل كي اللفظ يكون جيد. لا ريبونس أفيرماتيف أو نيجاتيف، الجواب المثبت أو ممكن أن نقول وي جو سوي فرونسي، نعم أنا فرنسي. نو جو سوي با فرونسي، لا أنا لست فرنسية. إذا كان السؤال بالنفي vous n'êtes pas français، ألست فرنسيا، ألست فرنسيا، سي بلا. لاحظوا عندما يكون السؤال بالطريقة المنفي الجواب يكون سي بلا، سي je suis français، بلا أنا فرنسي. tu travailles le samedi، هل تعمل يوم السبت؟ non، هنا نفي بشكل عام أنه أنا لا أعمل السبت، كل السبت لا أعمل. Tu travailles le samedi؟ Pas le matin. Pas le matin، ما عدا الصباح. يعني معناتها أنا هل تعمل يوم السبت؟ نعم بشتغل يوم السبت بس الصبح لا. هيك هي هذه معنى على جزء من الأسبوع. Je suis étudiant، أنا طالب. Et toi؟ وأنت؟ Moi aussi، وأنا أيضا. هذا تأكيد للإثبات، يعني أنا وأنا أيضا طالب. Je ne suis pas étudiant، أنا لست طالبا. Et toi؟ وأنت؟ هنا لاحظوا جملة منفية، وأنت؟ Moi non plus، وأنا كذلك، يعني وأنا أيضا لست طالبا. إذا moi non plus لتثبيت النفي، يعني أنا أيضا كمان أؤكد لتأكيد النفي. Moi aussi تستخدم لتأكيد الإيجاب. Je suis étudiant، أنا طالب. Et toi؟ وأنت؟ Moi aussi. Je ne suis pas étudiant، أنا لست طالب. وأنت؟
Moi, non. Choisissez la bonne réponse. Tu n'as pas vendu ta voiture, ta maison. ألم تبع بيتك؟ لاحظوا هنا الجملة بالنفي. ألم تبع بيتك؟ فراغ. Je l'ai vendu hier. بعته البارحة. Si, أجل. No, أو عفوا بلا. No, لا. Moi aussi, وأنا أيضا. إذن سنختار هنا si. لماذا اخترنا si؟ لأن السؤال بالنفي. بلا. Je l'ai vendu hier. بلا. لقد بعته البارحة. Je ne fume pas. أنا لا أدخن. Et toi? وأنت؟ Moi aussi, وأنا أيضا. Moi non plus, وأنا كذلك. Moi oui, نعم. Moi أنا. Moi أنا, نعم. إذن سنختار هنا Moi non plus. لماذا؟ لأن السؤال الجملة بالنفي. لأن الجملة بالنفي لتأكيد النفي. Je suis fatigué. أنا متعب. سنختار Moi aussi, وأنا أيضا. لماذا؟ لأن هنا الجملة مثبتة. إذن نريد أن نؤكد الإثبات. وأنا أيضا. Je vous remercie. وفقكم الله.